بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أجيب لكم واحد الوصفة بسيطة جدا، نتمنى من الله تعجبكم. كتخص القدمين المتشققين، الناس اللي كان يعانيوا من هذا المشكل. هذه الوصفة بسيطة جدا، ما نحتاجوش فيها شي مكونات غير متوفرة في البيت، ألا وهي هنأخذ شوية زيت الزيتون. الناس كلها كتعرف الفوائد ديال زيت الزيتون بالنسبة للجسم، لا من ناحية الأكل ولا ندهنوا بها. وغادي نحتاجوا عاوتاني مع هاد زيت الزيتون واحد المعلقة ديال الملحة، الملح. هاد الملح هذا غادي نعملوا به كغوماج ومرطب، غيساعدنا في الترطيب وغيساعدنا في التقشير ديال هذيك القشور الزائدة، وهذيك التشققات غادي يحيدها لينا. وعاود تاني غنحتاجو كيس بلاستيكي، ان شاء الله هاد كيس بلاستيكي غنعملوه من بعد ما ندهنو رجلينا بداك الزيت الزيتون والقليل من الملح، وغادي نفركو به شوية وغادي نعملو ليه هاد البلاستيك. ومن بعد غنخليه واحد الساعة في رجلينا بهذاك الكيس البلاستيكي، ونديرو ميها تسخن شوية، الماء ساخن يكون سخون شوية، فايت سخونية شوية، ونديرو فيه رجلينا نخليهم حتى يرطابو مزيان بهذاك زيت الزيتون وهذيك الملحة. ونجيبو هاد الحجر، هاد الحجرة هادي صناعية، هادي كتحيد التشققات، كتحيدهم بسهولة. نفركو بها رجلينا مزيان وما نحاولوش نجرحو رجلينا هاد الحجرة هادي، بنوعو ما نحكو رجلينا. ملي نحكو بهاديك الحجرة كتكون قاصحة بزاف، غنجيبو هاد الحجر هادا ملس، هاد النوع ديال الحجر تيكون في البحر، وغنعاودو به رجلينا. غادي يخليهم ملسين، هذاك الحجر الأول الصناعي يخليهم حرشين، هذا كنعاودو به وكان يخلي رجلينا رطبين. من بعد ما نكملوا هذه العمليه هذه، ناخذوا مره اخرى نصف كاس تاع زيت الزيتون وواحد القطعه ديال الشمع الابيض، هذا الشمع هذا، وندوبوهم في اناء نخليوه حتى يبرد، ونديروه في واحد القنينه، ونبداو ندهنوا بها رجلينا كل مره تنغسلوهم. ملي تنغسلوا رجلينا تندهنوا بهذا زيت الزيتون مع الشمع، وكيخليهم رطبين وناعمين، وتولي اللون ديالهم احمر كبشرة ديال الاطفال. ان شاء الله نتمنى من الله هذا المقطع يعجبكم، وغير طبقوا هذه الوصفة. انا كنستعملها شخصيا، وعمر رجليا ما كان فيهم تشققات او كانوا حرشين. دائما صحاباتي تيسولوني اش تندير رجليا، وهاد الوصفة هادي واخا من بعد كنكون رجليا بعد المرات كنهملهم، ولكن ملي كندير هاد الوصفة هادي كيرجعوا كما كانوا. نتمنى من الله يعجبكم هذا المقطع، وتعملوا لي اشتراك للقناة واعجاب لهذا المقطع، وشكرا.